في لقاء خاص للتلفزيون المصري أكدت ريهام يحيى عضو فريق محتوى منتدى شباب العالم أن الجلسة بحثت مكافحة الفساد وكيفية إدماجها ضمن مناهج التعليم. النهارده الحقيقه الجلسه كانت بتتكلم عن محورين اساسيين، وهي الجلسه بعنوان تعليم ما بعد الجائحه مسارات للتعافي. اتناقشنا فيها محورين اساسيين. اول محور بنتكلم على تعليم ما بعد الجائحه واشكال التعافي ممكن تكون ازاي، ده اول محور. المحور الثاني كنا بنتكلم فيه عن مكافحه الفساد، ازاي بقى الاليات دي يعني ممكن ندمجها جوه التعليم، وازاي يعني نمهد للاطفال الصغيرين نطلع بيهم عشان نبقى عندنا جيل قادر وواعي على ان هو يكافح الفساد، بقى ان احنا يعني ندمج قيم النزاهه والشفافيه، كل ده من خلال المناهج ومن خلال طرق التدريس. لو هنتكلم بالتفصيل عن الجزء الاولاني، الحقيقه الجزء ده كان يعني مبهر جدا بالنسبه لنا. الشباب كان في تفاعل كبير ما بين الجروبس مختلفه. الجلسه كانت عباره عن، هي منقسمه ان في جزء مناقشه وعرض معلومات، وفي جزء تاني للعمل التعاوني بقى ما بين المجموعات، طبعا مختلف الجنسيات موجوده ممثله معانا. كل جروب بقى اشتغل على حاجة معينة هو شايفها بعد الجائحة اتأثرت. يعني لو بنتكلم على تمويل التعليم، ازاي قضية تمويل التعليم ممكن يعني تدعمها منظمات المجتمع المدني مع القطاع الخاص مع المنظمات الدولية، يعني كل ده طبعا بيساهم معانا. فالقضية دي في جروب اتناقش فيها. نتكلم على مجموعة تانية اتكلمت على التداعيات المستقبلية، طب ازاي هواجهها فيما يخص خسائر التعلم. احنا عارفين طبعا ان الجائحة اثرت مش بس على مصر، على كل العالم، في موضوع خسائر التعلم، ان الطفل بقى فيه ممكن نقول كده فجوات تعليمية بالنسبة للأطفال، مش بس للأطفال اللي في الدول النامية، لا احنا حتى يعني بسبب القعدة يعني في البيت بقى في عندي زي العزلة الاجتماعية، يعني خطاب الكراهية والتنمر، كل ده بينعكس طبعا على سلوك الطفل. فازاي احنا نقدر نساهم او نخرج في الورشة بتوصيات تقدر تساعد يعني مش بس مصر، احنا بنتكلم على كل العالم في او الحكومات، ان هي تقدر يعني تفكر تطلع بتوصية في الحاجة دي. فاحنا كمان اتكلمنا عن جزء خاص بالمبادرات الدولية اللي ليها خاص ليها علاقة بالتكنولوجيا، وازاي يبقى ممكن يبقى عندنا برنامج للمواطنة الرقمية ما بين يعني مختلف الجهات بقى تقدر تدعمنا فيه، بحيث ان احنا نقدر نطلع بتوصية تنفذها، يعني تتنفذ وهتعود بقى بالنفع مش بس على الدول النامية او منخفضة الدخل، احنا بنتكلم على العالم بأكمل.